كلمات طولت وحاسس ان انتوا ابتديتوا تزعلوا، بس طبعا يعني كله يعني لما تبص على الترابيزات كله بيبص للموبايلات، يعني هي تقريبا موضوع المؤتمر هو الوقت المنتشر، حتى الشباب اللي قاعدين في الاخر يعني خدوا جنب وابتدوا يصوروا عشان يدفعوا على السوشيال ميديا الانستجرام والفيسبوك، فتقريبا يعني الفعل في القاعه هو ما نتكلم عنه في المؤتمر. هقولنا مختصر زي ما طلب السيد المقدم المحترم، هركز على شيوخ مجلس الشيوخ، وبرضه لان انا مهتم بالجانب الاقتصادي هتكلم عن الجانب الاقتصادي في ما لا يتجاوز يعني 3 دقائق 4 دقائق. طبعا مجلس الشيوخ ومجلس النواب البرلمان يعني حاليا في حزمه قوانين متتاليه عماله تصدر من المجلسين، ومعظمهم قوانين هترتبط بشكل اساسي بالتكنولوجيا، هي قوانين ممله لكن هتحتاج الاستثمار بشكل كبير جدا في البشر والالات او الكمبيوتر، زي قانون الماليه العام الموحد اللي هو بيطور الموازنه العامه للدوله والمحاسبه الحكوميه، وزي القانون الاخير الذي صدر مجلس الشيوخ اللي هو قانون التخطيط العام للدوله، وده برضه يعني اي من القوانين هي تشريعات صماء، لكن اما نقرا فعلا القوانين هنلاقي فعلا انها محتاجه استثمار بشري ضخم جدا ليتوائم مع التحول الرقمي وتطبيق هذه الموازنات والبرامج ومتابعتها، ويحتاج فعلا استثمار كبير جدا في مجال تكنولوجيا المعلومات حتى نستطيع ان احنا نطبق فعلا هذه التشريعات اللي احنا اصدرناها، اما لم تطبق بالشكل المطلوب. فبالتالي يعني حتى القوانين والتشريعات وهذا الشغل الضخم اللي بيعمله مجلس الشيوخ ومجلس النواب مرتبط بشكل او اخر بالتحول الرقمي، تقريبا لا يصدر قانون الا ما يكون مرتبط به يعني الدفع النقدي والدفع الالي، وبقينا كلنا عمالين نغير في القوانين بحيث ندرج دايما في صياغات التشريعات القديمه الدفع النقدي. بالنسبه بقى للمستوى الاقتصادي، زي ما كنت بقول كده كل واحد معاه موبايله ابل، حاليا شركه ابل اللي هي الموبايل ده الصغير ده قربت من 3 تريليون دولار قيمه سوقيه للشركه، 3 تريليون دولار يعني 50 تريليون جنيه مصري، يعني هذا يعادل الناتج المحلي الاجمالي لمصر لمده 7 سنين. شركه واحده تعتمد في انتاجها على تكنولوجيا المعلومات وتطويرها تبلغ حاليا قيمتها السوقيه 7 مرات الناتج الاجمالي المصري اللي احنا حققنا فيه قفزات حقيقه خلال 3 سنين دي من خلال هذه التطوير البنية التحتية، يعني احنا كنا يعني بنتراوح 2 تريليون حاليا، يعني احنا مستهدفين هذا العام اللي احنا نصل فوق 7 تريليون جنيه مصر، ومع ذلك شركة واحدة يعني 7 مرات قد الناتج الإجمالي. شركات كتير عمالة تلحق بيها، جوجل وأخيرها تسلا عدت 1 تريليون دولار. الحقيقه العالم فعلا يتجه بشكل جنوني للاستثمار في اي شيء يرتبط بتكنولوجيا المعلومات. قبل خلال ال3 ايام الماضيه انتقلت لانها زهقت من هذه الالات الى ان قبل حاليا بتستثمر في السياره ذات القياده الذاتيه الاوتونوماس كار اللي انت تركب العربيه وهي هتوصلك للمكان اللي انت عايزه، اللي احنا كنا بنشوفه خيال علمي خلال يعني سنوات ماضيه. حاليا ابل يعني سهمها في ارتفاع 3 ايام اللي فاتت دي لانها بتقول انها قطعت شوط كبير جدا في حل المشاكل المرتبطه في جعل السياره تنتقل ذاتيا من غير سائق والاوتونوماس كار، ولاحق بها العديد من الشركات زي تسلا ولوسيد وشركات كتيره كل يوم عماله يعني تصدر لهذا الاستثمار. الحقيقه مصر مع القفزات الشديده اللي بتعملها في مجال الاقتصاد لا زال عليها تحديات كبيره جدا. حاليا خطه الاصلاح الهيكلي الجديده اللي هتعتمدها مصر السنه الجايه لمده 4 سنوات هتنتقل بقى من خطه الاصلاح المالي والنقدي الى خطه اصلاح هيكلي ترتكز على 3 اشياء: الصناعه والزراعه وتكنولوجيا المعلومات. واعتقد ان تكنولوجيا المعلومات يجب ان تحظى بقدر كبير جدا. طبعا احنا شبابنا في مصر يعني حاليا
انا يعني بيتجه بشكل جنوني لاستخدام التكنولوجيا من خلال السوشيال ميديا، الفيسبوك والانستجرام والعديد من البرامج اللي انا كل يوم يعني بسمع عنها، وحقيقه ده حوله الى مرحله الادمان لاستخدام هذه التكنولوجيا، ولكنها له جوانب ايجابيه كثيره، ان فعلا ابنائنا واخواتنا الصغيرين عندهم شغف كبير جدا في الصناعه اللي احنا بنتكلم عليها، صناعه تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي يجب يعني تحويل هذه الجوانب السلبيه في استخدام تكنولوجيا المعلومات لجوانب ايجابيه. يعني انا دايما من محافظه الدهليه بقول ان يعني اشهر هاكرز على مستوى العالم من محافظه الدهليه، فانا بقول يعني عايزين يعني نستقطب هذول يعني الهاكرز دول ونحولهم الى يعني شيء ايجابي ومنتجين ومحققين للدخل القومي المصري، مشروعات الستارت اب بزنس زي ما كان اشار زميلي نائب الاكاديميه العربيه، فعلا الشباب المصري يعني مبدع في هذا المجال وابتدى يستثمر في هذا المجال، لكن للاسف احنا محتاجين بس ان احنا نستقطبهم للاستثمار في مصر. يعني من اهم الشركات اللي طلع في المجال ده شركه سويفل اللي هي بنستخدمها في التنقلات البصار، نجحت ولكنها عندما عملت ذهبت الى دبي، وعندما تم ادراج الشركه في البورصه ادرجت في سوق نيويورك. يعني نتمنى ان احنا نكون في الفتره الجايه وزرائنا السابقين والقادمين والحاليين يساعدوا في جذب هذه العقول للاستثمار في مصر، ويعني زياده الناتج المحلي الاجمالي المصري. وانا بقول يعني فعلا الصناعه مهمه والزراعه مهمه والصناعات التحويليه مهمه، ولكن اللي هيحقق لنا قفزات مهمه جدا هي العائد الجاي من تكنولوجيا المعلومات. كل يوم حاجه بتخترع، يعني اخدم ابني امبارح جاي وقال لي عملت ايه في ال NTF، قلت له ايه ال NTF دي؟ فطلعت اللي هو صور رقميه بتباع حاليا على الانترنت، وهي بس بتسجل في اختراع جديد انا لغايه دلوقتي مش قادر استوعبه، اسمه البلوك تشين، جاز الدكتور هاني افهمه. فالبلوك تشين اللي هي توثق لك اي ملكيه، يعني تحطك بلوك تشين تسجل ملكيتك للبدله او الصوره او حاليا في اتجاه من العقار، ممكن ما نحتاجش وثائق ملكيه. فهذه الصور المجنونه بقول له يعني بكام هذه الصور؟ قال لي وصلت الصوره ب 5 مليون دولار. قلت له وريني شكل الصوره دي ايه؟ صوره تافهه، ولكنها لانها تم توثيقها عن طريق بلوك تشين وهذه الترند من ان تي اف باعت ب 5 مليون دولار. صوره يعني ما تسواش حاجه خالص، لكنها لانها ماشيه مع الترند الشبابي وهذا الاتجاه العالمي، بقوا يعني زي ما بقول العالم اصبح مجنونا باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وبقت الارقام غير معقوله. وقال لي شركه تكنولوجيا المعلومات دلوقتي يعني ممكن تضرب ب 40 مليار دولار 50 مليار دولار، اللي هي شركه واحده ناشئه يعني تعادل اجمالي حجم السوق المصري البورصه المصريه. فعلينا ان احنا نركز في المرحله القادمه فعلا على تكنولوجيا المعلومات واستخدامها وتحقيق قفزات من الناتج المحلي الاجمالي المصري من خلال استغلال الشباب الصغير المهتم بتكنولوجيا المعلومات. اتمنى ما كانش طولت عليك وكنت ممل.